للمزيد حول اسواق العملات معي من لندن السيد اشرف العايدي مدير تنفيذي بشركه انتر ماركت استراتيجي. اشرف مساء الخير. يعني يمكن انا قابلتك مرارا وتكرارا هذا العام وبكل مره كنت تقول لي لا رفع لاسعار الفائده هذا العام. الان بحسب التوقعات 70% هناك توقعات بانه الفيدرالي سيرفع اسعار الفائده بديسمبر. بيقولوا الرجوع عن الخطا فضيله. اشرف رح تتراجع عن رايك ام لا؟ يعني ما فيش الا سيده نادين هاني اللي بتذكرني لما انا بكون يمكن بكون غلطان، بس لما بكون على الصواب ما بتذكرني، معلش. طيب لسه اللعب ما انتهى نادين. الميتنج اللقاء راح يكون ب 16 ديسمبر. الاحتمال طبعا صار 70% وإن يرفعون اسعار الفائده، ولكن اسالك سؤال. يعني طيب الحاله يعني تحسنت في الدول الناشئه وصار في نوعا من الاستقرار في الصين، العوامل هذه التي عاقت رفع الفائده في المره الاخيره، ولكن السؤال انه اذا الدولار سيستمر في الارتفاع والدولار هو كان العامل العائق الكبير للشركات الأمريكية، فإذا سيرفعون أسعار الفائدة ماذا سيحدث للعامل هذا وللمزيد في الارتفاع في ارتفاع الدولار، وماذا سيفعل للنمو الإنجليزي للنمو في هنا في أمريكا اللي عندنا اوريدي عندنا ريسيشن انكماش ولا ركود في الايرننجز في نتائج الشركات، وعندنا كمان انكماش ولا ركود ولا ريسيشن في المانيفاكتشرنج. فالعامل الوحيد اللي عم بيساعد يعني الولايات المتحده هو السيرفيسز وهو الخدمات. فالسؤال يعني نادين، يمكن احنا بنكون غلطانين ويمكن البنك المركزي سيرفع اسعار الفائده، ولكن في احتمال كبير انه القرار البنك المركزي في رفع الفائده يمكن ان يكون يعني غلط فديح بعد 3-4 اشهر. نعم. يمكن ان يكونوا هم يعني مجبورين ان يعني ان يرفعون ولا يخفضون اسعار الفائده، لانه لا تنسي ان حاله الركود في الكوموديتيز وفي الميتلز وفي الحديد ولسه في هناك المزيد من الكابكس ريدكشن في انخفاض النفقات الرأسمالية. أشرف أكيد أنت بتعرف أنه من أعز ضيوفنا على البرنامج، ومشان هيك أنا بحب استفزك لأنه بتجود كل ما واحد استفزك بتجود بالفعل. على كل أشرف أنا كنت عم بسألك لحتى أشوف إذا رأيك لا يزال على ما هو عليه أنه لا رفع أو أنه الرفع هو خطأ. من ناحية أخرى عن اليورو، ماريو دراغي عدة مرات يقول سنقوم بما يلزم، بس ولا مرة بعد السوق تستدهم على كلامه، فهل تعتقد أنه سيقوم بما يلزم؟ وهل ترى أي تحرك من قبل دراغي؟ وبالتالي أين نرى مستويات اليورو دولار؟ نعم، في شيء اللي ما قلته نادين بالسؤال الأول، إنه ماذا سيحدث في بيان الوظائف الأمريكية الذي سيصدر يوما بعد لقاء البنك المركزي الأوروبي. البنك المركزي راح يتقابل في ديسمبر 3 وبعد ذلك ديسمبر 4 يوم الجمعة لقاء البنا، فإذا سيكون هناك فيها خيبة أمل في الولايات المتحدة في بيان الوظائف، طبعا هذا يمكن أن يغير اللعب. دراغي في هناك ثلاث عوامل، يمكن أن يمدد تاريخ ولا يمدد فترة التحفيز المالي يعني من سبتمبر 2016 إلى حوالي 6 أشهر إضافية، ولا يمكن أن يكبر في الحجم أنه يقول أنه بعد شهر واحد ب 60 مليار شهري راح تصير 65 ولا تصير يعني 67. والعامل الثالث اللي يمكن أنه يعملونه وهو خفض أسعار الفائدة على الودائع في البنوك بحوالي 20 نقطة مئوية. أنا أعتقد أنه اليورو يمكن أن يكون له هبوط أكثر إذا يكبرون في حجم، مش فترة الزمن، في حجم التيسير الكمي. إذا يخفضون أسعار الفائدة وما يزيدون في التيسير الكمي، فأعتقد أنه هذا سيكون له يعني سيكون له تأثير سريع ولكن قصير على اليورو. يعني يمكن نشوف نزلة سريعة إلى دولار صفر يعني 5، بس مش راح تطول، لأنه نادين إذا دراغي is gonna take action، إذا هو راح يدخل وراح ينزل اليورو، هل تتوقع انه جانت يلن راح ترفع اسعار الفائده؟ وماذا يحدث بالدولار وبالاسواق هذه؟ بصير فروقات كبيره جدا. اعتقد انا في الفروقات كبيره جدا، وبنفس الوقت هل تريدين انه اكبر اقتصاد العالم يرفع اسعار الفائده وثاني اكبر
اقتصاد العالم الصيني بخفض اسعار الفائده. يعني في الانبعاد هذا راح يضر اسواق. نعم. اشرف، كله بيعتمد على الانفليشن اوتلوك باوروبا وببريطانيا على فكره ايضا، وهنا في تباين. اولا النفط الى اي مدى عم يلعب دور؟ يعني اليوم عم نسمع تصريحات من الفنزويلي انه قد ينخفض النفط الى الميد 20s، يعني منتصف العشرينيات. فهل اليوم القصه هي قصه تاثيرات النفط ام هي فاندمنتال مشاكل اساسيه اكبر من ذلك بمنطقه اليورو؟ ماذا عن بريطانيا؟ هل تتوقع بدانا نرى اشارات على تحسن التضخم؟ نعم. ببريطانيا الإجابة السهلة للسؤال هذا بتقولي إنه يمكن بيقولوا إنه كله عن النفط، لأنه إذا بتشوفي بالكور انفليشن الكور سي بي آي لما تاخدي البيانات يعني ضخم المالي وضخم الأسعار، لما تزيلي عامل تعامل الطاقة فبتشوفي إنه الانفليشن مش 0.3 ولكن 1%. فأعتقد إنه عامل البترول وعامل النفط له كبير، ولكن لهذا لا يعني إنه لازم البنوك إنه لازم تستهتر منها. ليش؟ لانه الناس بيقولوا على CPI بالولايات المتحده CPI 1.5 ولا 1.6، ولكن لازم الواحد يعرف انه العامل والبيان اللي بيستهدفه البنك المركزي الامريكي وهو اسمه كور بي سي اي برايس اندكس، وهو 1.3%، وهذا بعيد على 2%. فطبعا الاجابه انه البترول له كثير عامل كثير مهم وسلبي عن الانفليشن، ولكن اعتقد انه حان الوقت انه العامل هذا دخل في التيارات الاخرى وفي التشانلز الاخرى وفي القنوات الاخرى وبدا يهبط اسعار يعني في الانفليشن وحتى في الايرننجز في الاجور. الاجور نسبه الاجور في الولايات المتحده ولا هنا في بريطانيا لساتهم ضعيفين. يعني شكرا جزيلا لك اشرف العايدي، مدير تنفيذي بشركه انتر ماركت ستراتيجي، اهلا وسهلا بك.